هي ممول سناكل لو تشوف شنو مفاجاتك. اول شيء نشوف المفاجاه شنو وبعدين ناكل. يعني ما تاكل هسه؟ يلا خلينا نشوف المفاجاه. شوف ايش دخلت علينا المفاجأة. الو 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 هلا حبيبي شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. عرفته؟ شلون امورك؟ عرفتني؟ اي عرفتك. منو؟ منو انا؟ كابتن نشأت أكرم. حبيبي وردة شلونك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ شلون امورك زين ان شاء الله؟ زين. حبيبي حبيبي انا جدا اسف ما قدرت اجي لانه انا مسافر خارج بغداد. أنا أحبك وأود أصير مثلك. إن شاء الله تصير أحسن من عندي. لا. وأنا أخذ وياك وأنا أخذ وياك صورة إن شاء الله. لا أتمنى. أوعدني لما تجي بغداد تجيني. واحد من أجل بغداد أجيك إن شاء الله ونطلع وياك نسوي مطعم وياك إن شاء الله. يعني هسه لما تجي بغداد تجيني؟ إن شاء الله من أجل بغداد أجيك إن شاء الله. هو زين كابتن يلبس يا رقم؟ خمسة. حتى الرقم يعرفه. انت رقم تحب؟ يا رقم تحب انت؟ هو رقم خمسة. رقم خمسة؟ رقم خمسة؟ يلا من اجي انا ان شاء الله اجيب لك دريس برقم خمسة وبعلك عليه ان شاء الله. ايش كان؟ بعد شو تريد؟ انا جدا اسف ما قدرت اجي بس لانه انا مسافر وعندي شغل. لا عادي. ان شاء الله جاهزة ان شاء الله جاهزة تكون موجودة في بغداد وبعدك اجيك ان شاء الله. خوش. حبيبي كابتن شلونك؟ شلونك مرقب؟ شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ طبعا نشكر هاي مبادرتك الانسانيه رغم ارتباطك لكن سويت دعوه المؤمل وجينا والاستقبال كان حلو وانت ما قصرت ويانا فحلو انه اليوم عندكم هذا التعاون ويا اطفالنا لان اطفالنا يحتاجون هذه الكلمات اللي من عندكم اللي ممكن تغير من نفسيتهم. الله يكون معكم. كلنا تقصير لكن اكيد احنا نشوفهم يعني. يعني مؤمل انه رغم انه عنده هاي ضعف بالبصر لكن نشوفه من يريد يطلع الفيديو مالتك شلون يستخدم اليوتيوب بطريقه يعني هي تقهر بس انه تدل على مدى ذكائه شلون انه يقدر يتواصل وياكم ويشوفكم. حبيبي كلمه ان شاء الله الله يخليه ان شاء الله ويشافيه. الله يحفظه. ما تقصر كابتن ما تقصر وان شاء الله نبقى على تواصل لان هواي اطفال يحبوكم وانت نفسك الانساني كلش حلو. الله الله يوفقك. رساله اخيره تقولها المؤمل وانت هم كلمه لك. اقول للمؤمل دير بالك على روحك انا اخوك الكبير ابوك اخوك الكبير واي شيء تريد اني موجود وخادم وان شاء الله اذا جيت واحد اذا جيت بغداد راح التقى بيك وراح اطلع وياك ان شاء الله. شكرا ما قصر. داروا باله معي هو ما قبل ياكل قال الا اشوف شنو مفاجاتي يلا اكل. هسه لازم تاكل حلويات. شكرا ان شاء الله ما تقصر وانا احبك ودي اصير مثلك. انا ما احبك ان شاء الله صار احسن منك. يلا حبيبي كابتن شكرا. شكرا مع السلامه. مع السلامه. طبعا مشاهدينا الكرام نشكر الكابتن الخلوق نشأت أكرم على التواضع اللي يمتلكه وعلى الإنسانية اللي عنده رغم أنه اليوم عنده التزام فمن عرف أنه عندنا طفل يحبه ويريد يتواصل وياه أصر على أنه تكون هنالك دعوة لمؤمل يجي لمحل الحلويات تشيكوماينا وأيضا يكون أكو له وجبة وأيضا أنه يتواصل وياه حتى لو عبر الفيديو مهم أنه يحكي ويا الكابتن
نشت، وايضا الكابتن نشت يسولف ويا مؤمن. الحمد لله والشكر. فرحان؟ اي فرحان. بعد المفاجأة؟ بعد ضام لك مفاجأة بس بسيطة. يعني حلو اليوم انه عندنا فنانين ولاعبين كرة قدم بهذا النفس الانساني. بداية الحلقة كان عندي عتب على بعض الفنانين ولا لاعبين كرة القدم اللي يربطون الظهور في برنامج جو الحلم. شفتوا انه اليوم كابتن نشت رغم التزامه شلون انه اصر على وجوده بالبرنامج، هي كلها دقائق بس شفتوا الفرحه اللي عند مؤمن. كلها اشياء بسيطه، اشياء معنويه ممكن تغير نفسيه طفل مريض، ممكن تزرع عنده روح الحياه. مؤمن انه عنده عينه ما يشوف بيها لكن يحتاج الى كلمات الدعم حتى يستمر بدراسته، هو من الاوائل بالدراسه. فاليوم من يشوف انه كابتن نشت داعم له وراح يلتقي به، وايضا من يشوف فنان اخر داعم له، وحتى اليوتيوبر المتواضع طه اللي ما قصر واجى للمول وشاف مؤمل وسولف وياه وسوى وياه نشت. فكل هذه تحسب لكل شخص مشهور ممكن يدعم حاله. وشفتوا بالموسم الاول شلون كثير من الفنانين وكثير من القاده قوى الجويه تفاعلوا ببرنامجنا ودعم البرنامج. اتمنى هذه الرساله تكون لباقي الفنانين اللي يربطون الظهور في برنامج جو الحلم، لان هي كلها دقائق، وهذه الدقائق راح تغيرون من نفسيه طفل.